والتفقه في الدين لا يراد به الفقه المجرد عن العمل، لأن مقصود العلم العمل، والغاية من طلب العلم العمل. ولهذا فإن الفقه في الدين يراد به الفقه الذي يصحبه عمل، يتعلم ليعمل، يتفقه ليعمل، ليعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا ينبغي على طالب العلم عندما يجلس مجالس العلم أن يجاهد نفسه على إصلاح نيته من جهة المتقرب إليه بالعمل وهو الله، فيبتغي بطلبه العلم وجه الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم عبادة، كما قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم. والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، فيجاهد نفسه أولا على الإخلاص في طلبه للعلم. ولهذا سيأتي معنا أول حديث أورده المصنف حديث إنما الأعمال بالنيات لهذا القصد، من أجل أن يصلح طالب العلم نيته من حيث المعمول له المتقرب له بالعمل، فيجعل عمله خالصا، ويصلح نيته من حيث المقصد بالعمل. لماذا يطلب العلم؟ هل يطلبه للتكثر والتكاثر فيكون إن كان كذلك داخلا في قوله ألهاكم التكاثر حتى في العلم وجمع الكتب؟ ليس هذا مقصود العلم التكاثر به، وإنما المقصود أن يفهم دين الله ليعمل بدين الله، فيصلح نيته من هذه الجهة، أن يتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ليعمل به.